نعم الوداد كيف القميانيين مخرطين ومش مخرطين، هذا راهو حقك. وزارة راكده على برشا قرارات لازم تبدل، برشا قوانين لازم تتنقح. اخويا احنا في بالنا ان الوزاره متجاوبه، اما نظريا حاجتنا تطبيقيا. توا يا اخي وقفت الزنقه للهرم، توا رانا باش ندخلوا في اضراب نهار 26 و27 و28، وكان يلزم الامر باش نمشوا لقصر المؤتمرات ومش تلم العرب الكل. اخويا انت اللي باش تحل بيه مشاكل العرب حل بيه مشاكلنا احنا صاحبي. فانت مشاكل تونس ما حلتهاش، تحل مشاكل العرب. شو دخلك فيها؟ اخويا اعطيني حقي ماني طالب حتى شيء. ورانا مازلنا ما طالبناش بالغير برشا، توا واش حاجتنا؟ قرار عدد 2410 تاع سنة 2004 خويا نقحوا كل واحد وقت تنفيريتو. انا ما قلتلكش الغي المنظمة القديمة ولو عندك كعبتين وكعبة ما يقلقنيش، اما حضور اجباري. نحن رانا المنظمة الوحيدة اللي متبنية الشوفير وصاحب الرخصة والسمسار زاد اللي هو منظم المحطة. ولذا انت مش تعملني لجنة استشارية على شوفير مش تعطيه رخصة مع شكون؟ مع العدو الاوحد تاعو اللي هو منظمة الاعراب. انا المحامي تاعو مش منظمة الاعراب. يا اخي احنا طالبين من السيد الوزير يعجل في ارسال مكتوب رسمي للولاد يقعدوا يعيطوا لنا في الجلسات الى حين تنقيح القرار عدد 2410 اللي طالبين بالاسراع بتنقيحه. حاجه اخرى لجان التطهير، يا سيد الوزير من الاخر وعلى الاخر تحب تنقص في الرخص وتعطي للناس، ثم رخص مفكوكه في الولايات وما تعطيتش تو راهي، وثم رخص تو في التطهير اللي تحضر بها المنظمه الاخرى وما يحبوش يطهروا، عاملين لي مذكر عدد 30 باش يحمي بها جماعته. قال سبيك فوتروا، يا ودي طبق لي القانون، يا سادة الولاد طبق القانون عدد 8 تاع سنة 87، ما تطبقليش مذكرة، مذكرة أنا مش أقوى من القانون. أي بشر خدم وخرج روتريت، قانون عدد 8 راهو ما يعطيش الحق حتى باش يعمل بطاقة مهنية، كيفاش تعطيه رخصة؟ وجاء طالب لي سبيك فوتروا، أخي احنا عندنا في الثمانينات والتسعينات شكون خرج يخلص في مليون 180 أو مليون 150؟ هكاش هم منا بالخارج، هم منا بالخارج، أنت وزارة الخارجية تلوج عليهم مش نحنا. احنا نوتر كوزين انترن في وسط جهاتنا نطلعوهم، اما تفعل القانون عدد 8، علاش قانون راقد والمنشور عدد 30 يخدم؟ مش منشور مذكر عدد 30 تخدم، اخذ لي مصالح شخصيه لجماعه معينين. ولذا خويا احنا الدستور كيما حطك انت وزير وكيما حطك انت والي ما كنتش تحلم بها بحياتك، نفس الدستور حتى نحن النقابه حريه النقابات والتعبديه النقابيه، يلزمك تحترم الدستور مش كيما يقولون كما في القران يؤمنون ببعض الكتاب وينسون البعض الاخر. مش خاطر يساعدك حاجه تتم بها بالدستور والاخرى ما تساعدكش. يا اخي الناس كل سواسيه في الدستور ويرحم والديك. كم لحظه.